أنا والخضر شعر عبد الجواد علام، ترجمة وإلقاء مراد السنجري. من شط الماضي والحاضر أتأمل في الزمن الآتي وأراجع ذاتي، أتذكر عائلة كانت ترضعنا دفء البسمات، أتذكر حلما عربيا أحلى سنواتي، وأواجه زمني زمن الطغيان العاتي، فأصاب بأقصى الصدمات، صدمات كادت تبعدني عن كل ثباتي، فأروح أسائل عن درب يتجنب درب الشبهات، وصفوا لي دربا يفضي بي لحكيم آتي، مسكنه ما بين صخور يطلبه أهل العزمات، ما بين اليابس والماء يمشي ميمون الغدوات، ويقدم أعمالا مذهلة يحسبها الجاهل نكرات، فيوضح ثاقب نظرته نبعا فياض الخرات. هرولت أناجي وأناجي يا سر خلاصي ونجاتي، أحتاج إليك فخلصني من سقم بدل طاقاتي، حاولت أحقق آمالي لم أجني العثرات، طالت ترحال بأودية غطاها ليل الفلوات، بحراسة شوك جبلي يتمدد فوق الحصوات، والريح تولت دحرجتي بمهول قاسي الظلمات، فهويت صريعا لا أقوى أن أمسح فيض العبرات، وظللت أعاني وأعاني زفزفة حميم الرعشات، فإذا من يسقط فوقي ويناجي بمناجاتي، أنت الخضر تلاقين علمني كيف حياتي، أرجوك تحمل أسئلتي وتحمل أيضا آهاتي، لا تطلب مني معجزة تتجاوز حد القدرات، فالطبع البشري الخطاء كان وما زال صفاتي، وأنت الخضر فعلمني كيف بطبعي أرتاح حياتي، فأصد زنبور الأحمر لا يخطف مني نحلاتي، وأطارد ديدان الأرض لا ترعى سيقان نباتي، حاولت أرد المسكين أرجوه يفهم خفقاتي، ما كنت الخضر وما كنت إلا مطحونا بطغاتي، قد جئت الخضر أناشده الصحبة في أرض فلاتي كي يكشف ما أخفى زمني ويقدم بعض الحيلات، فأبى المسكين سماعي وتمادى برجاء آتي، وانكب يقبل رجلي يتوسل مني دعواتي، كي يرجع مرفوع الرأس كي يقهر صمت الأموات، وعجبت لإصرار الشيخ ورفضت أنيني وشكاتي، وقلت اتبعني يا هذا لنعود إلى بر حياتي، فالهم يلاحق أمتنا موجات تتلو موجاتي، فإذا ما الموت هددنا يلزمنا صد الهجمات، صدى الفردي المسعى انعز الصد جماعاتي، والله يبارك من يسعى كالخضر بصدق النيات، يمنح فيض البركات فيبدد سلطان البطش ويقيم جدار الرحمات، ويظل الخضر لنا مثلا نحزوه كل الأوقات. شعر عبد الجواد علام، ترجمة وإلقاء مراد السنجري.